لو الحكاية فيها إن فيتو يعني مش فاهم يعني هنا مستعدين نتبرع حتى كل واحد بخمسة جنيه يقول لنا مكان نقعد فيه لما نقبض نقعد ساعتين نقعد عشر ساعات زي بعض انما الناس كده طول اليوم من الفجر لحد هناك في الشارع والله قاعدين في التراب من الفجر يعني واحنا قاعدين على التراب يعني بيكرموا الناس اللي على السن الكبير اللي يطلع معاك بيبهدلوه بالطريقه دي انت عايز كراسي مثلا يا حاج يعني حتى لو بصوره كده يعملها لنا نترزع عليها نقعد عليها لحد ما زورنا يجوا ونقبل هذا اللي احنا عايزينه انتوا بتقعدوا وبتقفوا قد ايه كام قاعدين كده في الشارع من الساعه 5 لحد 11 نزلت المعاش يشوفوا مثلا انت ده شوف الشعب الغلبان قالوا كل الحكايه احنا اشاعات في التامين قالوا لنا بعد 15 يوم بقى لي شهر بطلب اشاعه عشان الفيروس اللي موجود في على نفقه الدوله ورحت عايزين مثلا كراسي هنا ولا حاجة هنا كراسي ما فيش انت زي ما حضرتك شايفة كده حضرتك شايفة الناس أكبر مني أنا عندي 60 سنة رجلي مش بقدر أدوس عليك وقف ده الوقفة كده إما أقعد على بسيط في الأرض عايز اجيب علاج اللي جايين طبعا مضطرين نقف عشان عايزين الدراهم صفر عايزه اجيب علاج عايزه اجيب عليها جمعيه عايزه تسدها وراها مصاريف عايزه تسدها انت يا حضرتك المعاش بتاعك قد ايه؟ لا انا معاش ساترني انا باخد 950 جنيه ساترني الحمد لله بدفع الايجار واجيب العلاج ما عندكيش ولاد بتصرفي عليهم؟ مفيش ولاد؟ لا انا اولادي جوزتهم بقى كبروا وجوزتهم الحمد لله ابوهم ميت من 20 سنه كان بيشتغل فين؟ لا كان موظف في شركه اسكو الغزل والنسيج قبل ما يلغوها والحمد لله مستوره وماشيه الحمد لله بس اهم حاجه عايزين حبه كرامه للناس اللي في سننا احنا تعبنا وربينا وشقينا عايزين اخر ايامنا بقى ما نتهانش نيجي ناخد القرشين بكرامتنا نلاقي كرسي نقعد عليه على ما يجي الوقت بتاعنا اللي نستنى هو انت في الغالب بتقفي كام ساعه؟ حسب تسهيل ربنا انا عن نفسي ما بعدش بس مره قعدت 6 ساعات مره قعدت 4 ساعات وماشي انت هنا من امتى؟ انا هنا من الساعه 8 الصبح الساعه 8 الصبح وقاعده فين؟ بتطلبي بايه؟ وبتطلبي لنا كراسي وشمسيه السب بنموت من الحر انتوا جبتوا عيش؟ واقفين على بعض كده والارض زي ما انت شايفه قاعدين على الارض ازاي ومفيش حاجه ولا اي حاجه هو حضرتك تبع مرسي ولا تبع مين؟ كبار عايزين حاجات كده تريحنا عايزين كام تخته كده تلده كده انت بتقبضي معاش حضرتك بيكفي؟ لا ما حضرتك عندك اولاد؟ عندي اولاد عندي بنت طلعت اولادها عادي معايا واخده شقه ب 950 ايجار جديد هو حضرتك لما تيجي تقبضي المعاش بتقفي كام ساعه؟ بقى ما يقلش عن 5 6 ساعات ايه اطول مره وقفتي فيها وقفتي كام ساعه؟ اطول مره وقفتي كام ساعه؟ اخر مره وقفت بتاع 5 ساعات فيتو